السلام عليكم. هذا حوار دار بيني وبين أشعري، يأتيني في كل مرة بحساب وهو ياسين قحطان. جاءني بعدة حسابات ويكلمني حتى على الخاص، يعني على الواتساب وعلى الإيمو. فحضرته وقلت له النقاش يكون هنا أمام العام، أمام الناس على العام وليس في الخاص، يعني ليس عندي أي شيء أخفيه. فمنذ 10 أيام قلت له أرجو أن تجيب بعدما سهلت وبسطت لك السؤال، أين أنت؟ منذ 9 أيام لم يجبني. البارحة قلت له أين أنت يا أشعري؟ فرد علي قال لي قد رجعت إليك. أين فسر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معاني الآية المتشابهة؟ نحن عندنا نفرق بين المحكم والمتشابه، أما أنتم فلا. أنا سألته سؤال فلم يجبني وسألني، فقلت له أجب على قدر السؤال ولا تغير الموضوع. قال لي نعم يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك، هذا جوابي أنا. فقلت له أنا لم أسألك هل يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت له طيب سأعيد صياغة سؤالي بطريقة سهلة وبسيطة، مع أني بسطت له في يعني منذ 10 أيام السؤال أكثر، لكن قلت لعله لم يفهم، مع أني على يقين أنه فهم، لكن كي لا نتهمه يعني وكي لا يقول أننا يعني نتهمه. قلت له نحن اتفقنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم وعلم معاني صفة الله. طيب إذا بلغ وبين وشرح لنا النبي عليه الصلاة والسلام معاني صفات الله، هل سنكون فرق شتى من المفوض والمؤول والمشبه والمجسم والمعطل، أم سنكون فرقة واحدة تتبع كلام وشرح وبيان وتوضيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاني صفات الله التي علمها وفهمها؟ أجب على قدر السؤال. وقلت له بالرغم من أني بسطت وسهلت لك السؤال لم تجب. قلت له سأعيد، طيب سأعيد صياغة السؤال بطريقة سهلة وبسيطة، أو يعني فقلت فهمتني. فماذا كان جوابه؟ يعني عفوا، يعني عندما قلت له طيب سأعيد عليك صياغة، فهمت بطريقة أخرى، نحن اتفقنا على النبي إلى آخره. قلت له طيب إذا بلغ وبين وشرح للنبي عليه الصلاة والسلام معاني صفات الله، هل سنكون فرق شتى من المفوض والمؤول والمشبه والمجسم والمعطل، أم سنكون فرقة واحدة تتبع كلام وشرح وبيان وتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني صفات الله التي علمها وفهمها؟ أجب على قدر السؤال. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بلغة العرب، ولغة العرب تحتمل المجاز، وأنتم يعني حملتم كل شيء على ظاهره إلا القليل، فكيف سنتفق إذا لم نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وكأني سألته أنا يعني بأي لغة بلغ النبي. فقلت له أنا لم أسألك بأي لغة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسألك كيف سنتفق، بل سؤالي واضح. طيب سأعيد صياغته بطريقة سهلة بسيطة. نحن اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وفهم معاني صفات الله. طيب إذا بلغ وبين وشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم معاني صفات الله، هل سنكون فرق شتى من المفوض والمؤول والمشبه والمجسم والمعطل، أم سنكون فرقة واحدة تتبع كلام النبي وشرح وبيان وتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا يعني السؤال طرحته لعدة مرات. قلت له رجاء لا تتهرب من السؤال وأجب عليه، لأني بسطته أكثر من اللازم. فماذا كان رده؟ هو فهمها وقالها بلغة العرب، لكن لم يخبرنا عن معانيها، يعني لم يقل لنا الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع أو علا أو استقر. والصحابة فهموها لأنه تكلم بلغتهم ولم يسألوه عن معانيها أساسا. إذا سمعنا تفسير معاني الآيات المتشابهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون هناك خلاف إلا من اعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له طيب بما أننا اتفقنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم معاني صفات الله، ولكنه لم يبلغها لنا ولم يبينها لنا ولم يقولها لنا حسب زعمك، فهو وحاشاه سبب تفرقنا وتحزبنا وتمزقنا، لأنه لو بينها لنا وبلغها لنا لن نتفرق ولن نكون جماعات وفرق، منا من يؤول ومنا من يفوض ومنا من يعطل ومنا من ينفي ومنا من يشبه ومنا من يجسم. أجب على قدر السؤال. أين أنت؟ أنتظر جوابك.
ولن يجيب، أنا أعرف أنه لن يجيب، سوف يغيب يعني مثل مرة فاتت 10 أيام، ثم يأتي ويقول لي يعني ويطرح علي سؤال يعني عوض أن يجيب.